لو الحكاية فيها إن فيتو محمد كلام 26 سنة تاني يوم في الإضراب أضرب قبل كده وعلقنا طبعا مدربين ليه مدربين عشان خاطر قانون التظاهر مش عشان خاطر إسقاطه عشان خاطر تعديله بس عشان خاطر الناس المعتقلة على حسه يعني مينفعش بعد التظاهرات وأنظمة جت بالظبط التظاهر يبقى النهاردة المصير بتاع البلد إن مفيش تظاهر وإن اللي هيعبر عن رأيه في الشارع هيعطل الفكرة كلها طلبة مع معتقلين الرأي ومسجونين على حس قانون التظاهر المطالبه فاهم بتعديله مش بالغاء يعني هو يتوقف وكل التداعيات اللي حصلت من يوم ما نزل ومسجونين على حس لغايه يوم ما نزل يطلعوا ويتعدل من جديد. خلينا نقول من ابسط الحل المشترك الوسط دلوقتي ان في لسته او في مجلس حقوق الانسان مقدم 11 تعديل او مقدم وساطه من المعترضين على قانون التظاهر والحكومه مقدم لسته من 11 بند الى حد ما احنا موافقين عليه كحل وسط مؤقت دلوقتي لغايه ما يبقى في برلمان يبقى يعبر عن رد الشعب عليه. هو الافراج عن المعتقلين قانون التظاهر او كل الناس اللي اتظلمت على حس قانون التظاهر ان هو يتوقف والتعيين توقف لغايه ما يتعدل قانون التظاهر ده يعني منتظر حاجات كتير بس هو اللي احنا فيه دلوقتي اهم حاجه منتظر ان هو قانون التظاهر يتعلق وتداعياته توقف ان كل اللي خد حكم على حس قانون التظاهر لا يطلع من القضيه. في متابعه طبيه ليكوا يصدقتوا بصفه يوميه؟ في الدكتور احمد مجروح مدرب معانا وفي نفس الوقت هو دكتور الحمله هو متابع الحمله بتاعتنا ومتابع حملاتنا. الشباب هنا الحملة هنا لحد ما اغلبها 6 ابريل بس انا مستقل بس هي في حملات كتير ما بين مقرات احزاب وما بين مقرات تانية الحركات.